السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بسونتي. فيديو اليوم هو المقالة لصحيفة أنا صراحة متابعها، هي صحيفة ألمانية دي دبليو، يعني صحيفة وقناة وعندهم موقع رسمي يعني معروفة في ألمانيا وفي العالم العربي. طبعا الحالة الصحيفة مختصة في الأخبار، مختصة في تريندينج، مختصة في العديد من الأمور، ولكن هذه المرة يعني غيرت اختصاصها وراحت إلى اختصاص آخر، لأنه يعني شافت أنه هذا الاختصاص فيه بث وفيه يعني هدرة وكلام وبلبلة كبيرة جدا، وعنونت واحد من مقالاتها يعني المغربيات أجمل نساء العرب، والرجال يردون المصريون أجمل رجال العرب. ببساطة قالوا أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واسم المغربيات أجمل نساء العرب، يعني هاشتاغ المغربيات أجمل نساء العرب، الذي لاقى انتشارا واسعا في الوقت نفسه، ظهر واسم المصريين أجمل رجال العرب كرد من الرجال في مصر. المصريين غاروا من الهاشتاغ الذي كان يدور في المغرب، قالوا أنه المصريين هم أجمل رجال العرب. كيف كان الصراع على الجمال بين الطرفين وما السبب؟ وبطبيعة الحال في الأخير وفي البداية يعني هذا مجرد منافسة في وسائل التواصل الاجتماعي لا غير، يعني هو ليس لقب ولا ليست منافسة يعني حقيقية، وتبقى الأخوة بين العرب يعني كإخوة، سواء من شمال إفريقيا، جنوب إفريقيا، شرق إفريقيا، آسيا، الجزيرة العربية، يعني في كل مكان طبيعة الحال. وفي استطلاع أخير أجراه موقع رانكر الأمريكي وجد أن النساء المغربيات هن أجمل النساء العربيات، تبوأنا الصدارة، يعني جاءوا متقدمات على الجزائر، متقدمات على تونس وعلى مصر، بينما جاءت الفنلنديات، يعني من فنلندا، فتيات فنلندا، الفنلنديات كأجمل نساء الكون، هم أجمل نساء الكون، هن أجمل نساء الكون. يعني هذا فقط استطلاع وتصويت طبيعة الحال، ولأن الجمال مسألة نسبية وتختلف من شخص لآخر حسب عدة عوامل متعددة، فقد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية والمغرب هاشتاغ المغربيات أجمل نساء العرب، يقابله هاشتاغ آخر أطلقه بعض الرجال المصريين مؤكدين أنهم الأجمل بين رجال العرب. وش الجزائريين ويا المغاربة، هل تقبلون هذا الهاشتاغ؟ هل المصريين أجمل رجال العرب؟ بكل صراحة يعني المصريين أخوتنا وإحنا أخوة في الله، ويعني ما كاش بيناتنا عداوة، ولكن تبقى الجمال وجمال الروح وجمال الأخلاق وجمال الرجولة والشهامة تاع يعني العرب ولا الأمازيغ ولا البربر ولا أي شيء من الأشياء. وقد انتشر يعني كل هاشتاغات يعني بشكل سريع جدا، وأصبحوا من أكثر الهاشتاغات المنتشرة على نطاق واسع، كما قام مؤيدو الهاشتاغ بنشر صور لفتيات مغربيات جميلات، وتفاعل عدد من الفتيات المغربيات بنشر صورهن على المواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال من أجل التباين، من أجل تأكيد يعني هذاك الهاشتاغ. وفي الوقت الذي تنشر فيه المغربيات تعبيرهن عن سعادتهن بهذا الهاشتاغ، يرد عليها العديد من السعوديين من الذكور والإناث رافضين الهاشتاغ ومؤكدين أن البنت السعودية هي الأحلى. الله عليك يا ألمانيا، تريدين خلق الفتنة بين السعودية والمغرب، ما الذي تفعلين؟ حال هذا المقال يعني في جريدة ألمانية، وفي نفس الوقت يعني الكلام هذا يبقى كلام مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى كلام حول يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا غير، وليس قانون وليس يعني علم مدقيق وعلم ثابت، وإنما يبقى يعني تصويت ويبقى كلام ويبقى في نفس الوقت ضحك. وهناك العديد من الميمز الذين يعني قاموا بإطلاقها في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني في المقابل على غير المتوقع الرجال ردوا بهاشتاغات ومجموعة من الميمز، والهاشتاغ المشهور كان المصريين أجمل رجال العرب. وكعادة المصريين الذين يتناولون العديد من الأمور بطابع فكاهي ساخر، انقسمت آراء المصريين تجاه الهاشتاغ، وطغت النبرة الساخرة على تغريداتهم، ناشرين عدد من الصور الطريفة يعني كميمز. وبعيدا عن السخرية، تحدث مغردون مصريين عن قيم يملكها الرجل المصري تجعله أجدى رجال العرب على حد وصفه. بكل صراحة يعني نحكي لكم هذه القصة، أنا كنت صغير يعني محب لكرة القدم، محب للمنتخب الوطني الجزائري، وصلت سنة 2009 كنت باقي صغير، سنة 2009 صرا يعني خلل بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري حول كرة القدم، يعني وقع واحد مش إعلام ضخموا ذلك المشكلة، أنا بديت نكره المصريين، يعني كنت ضحية كباقي الضحايا، ولكن مع الوقت اكتشفت أن المصريين يعني هم رجال وصراحة جد يعني رجال شهامة، لأنه عاشرتهم في فرنسا وكنت عايش مع ناس من الصعيد، لأنهم صراحة رجال ما يعرفوش الخوف، يعني نتكلم على تجربتي، رجال ما عندهمش يعني الكذب وما عندهمش النفاق، رجال في نفس الوقت في وقت الشدة يوقف معاك، ولما يكون داير فيك ثقة يعني ما تخيبوش في الثقة هذيك، يعني نتكلم على تجربتي مع مجموعة من المصريين، ولكن في كل بلد هناك ناس أخيار وهناك ناس سيئين، كلامي هذا ما يعنيش أنه الشعب الجزائري والشعب المغربي هو ليس بالشعب يعني خير، وإنما إحنا حتى إحنا عندنا الرجولة وعندنا الشهامة وعندنا الخير وعندنا كل شيء يعني الحمد لله. في الأخير يعني في آخر المقال قالوا يعني أون كونكلوزيون، وفقا للاستطلاع فإن النساء المغربيات جئنا في المرتبة الأولى عربيا و30 عالميا، ثم جاء بعدهن نساء تونس في المرتبة 31، ثم لبنان والجزائر والبحرين، مصر والأردن، كانت في آخر ترتيب الدول العربية. حرام على الأردن، والله حرام، حتى الأردن بلد جميل فيه جمال وفيه يعني أمور جميلة جدا. في الأخير يعني ختموها بطريقة يعني
منطقية. قالوا أنه بكل تأكيد فإن الأمر لا يتعدى استطلاع رأي. نوقشت نتائجه على صفحات التواصل وأن الجمال مسألة نسبية تعتمد على طبيعة المجتمع والثقافة. المقال هذا كان في جريدة ألمانية. طبيعة الحال خواتي إخواتي يبقى الجمال هو أمر نسبي، يبقى الجمال في كل بلد موجود، يعني كل إنسان جميل وكل فتاة جميلة، ولكن تختلف يعني الأذواق وتختلف رؤية الناس وتختلف يعني نظرة البشر إلى البشر إلى الناس. ممكن أنا نشوفك أنت جميل ونشوفك أنت جميلة سيدتي الكريمة، نعم أنت، أنا أتكلم معك أنت، ممكن يعني أي واحد آخر يشوفك جميلة ولكن ممكن مجموعة من الناس ما يشوفوكش جميل، وهذا الشيء ينطبق علي يعني. ممكن أنت تشوفني جميل ولا أنت تشوفيني جميل، ولكن يعني مجموعة من الناس ما يشوفوني جميل يشوفوني داير كل بطاطا. ولكن يعني تبقى هذه الأمور نسبية، والجمال ماشي هو كل شيء في الحياة الدنيا، وأنتم عارفين هذا الشيء، ولكن يعني الأخلاق والتربية والرجولة والشهامة والكلمة والكرامة إلى آخره هو يعني الأمور المهمة. آخر فيديو يعني بغيت نحكي لكم حكاية وقصة يعني حول الجمال، حول يعني أنه جمال ما يغويش الإنسان في عديد من المواقف. لأنه يعني أنا كانت عندي تجربة مع واحدة من الفتيات يعني يقولوا على هذه البلد تاعها يعني من فتياتهم يعني من أجمل فتيات العالم، والله فيها أجمل فتيات العالم يعني حسب العديد من الاستفتاءات وحسب العديد من الآراء. ولكن في الحقيقة الجمال كما قلتها وأكررها هو أمر نسبي. يعني كانت عندي تجربة مع إحدى فتيات الشقراوات، العين الزرقاء، يعني الطول، القامة، الطاي إلى آخره. يعني كانت عندي علاقة معها، والعديد من الناس يعني كانوا يقول يعني العلاقة تاعي لأنه كنت نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي. فوق ذلك كانت هي عارضة أزياء، وكانت يعني طبعا يعني اللباس تاعها والألبسة تاعها في حسابها على الإنستغرام. ولكن يعني طبيعة الحال لما تكون مع هذا الشخص يعني تحس واحد الأمور مختلفة العقلية، لأنه أنا جيت من عقلية وجيت من الأتموسفير وجيت من أرضية ميدان وجيت من قالب وجيت من يعني حرب نفسية وعاطفية. يعني كبرت في الجزائر، ولما تكبر في الجزائر وتكبر في إفريقيا ما تكبرش بهذاك الحنان وما تكبرش بهذوك الميساج دامو وما تكبرش في نفس الوقت بالرومانسية. ولكن هما يعني أنا كي شفت وعشت معهم يعني بضعة أيام يعني أنهم يقدسوا الهدايا، يقدسوا الأمور الجميلة، يقدسوا يعني الأنيفيرسال، يقدسوا الأعياد، عيد الرجل، عيد المرأة، عيد العمل، عيد الكلاب، عيد الحمار، يعني كل شيء عنده عيد وكل عيد عنده كادوات. ولكن إحنا ما كبرناش بهذه العقلية، إحنا كبرنا أجريسيف، يعني كبرنا وحشين من ناحية الحب ومن ناحية العواطف إلى آخره. يعني بطبيعة الحال جمال هو اللي يخليك يعني يختار ذلك الشخص في الأخير فشلت العلاقة. ويعني نعاود نرجع ونكرر أنه الجمال وأنه الظهور الظاهر تاع المرأة والظاهر تاع الرجل ما يعنيش كل شيء. فهناك العديد من الناس يعني ظاهر عسل ولكن باطنه نار وسواد. وأنا ما نقصدش بالخصوص يعني العلاقة تاعي اللي كانت، لأنه العلاقة انتهت بالتوافق وبالتراضي، كانت أمور ما تفهمناش فيها. ولكن يعني باش نقول لكم أنه الجمال ماشي كل شيء، وأنه لما تختار الشخص لحياتك وشريك حياتك يعني على حسب الفيزيك فقط، يعني ما راكش داير حتى سنة الله، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يعني اثفر بذات الدين تربت يداك، يعني دي بنت متخلقة وعندها الدين، وراح ربي سبحانه يبارك لك في زواجك ويبارك لك في علاقتك ويبارك لك يعني في حياتك إن شاء الله. وهذا يعني بين قوسين فقط، لأنه تكلمنا على الجمال، تكلمنا على مقال يعني لجريدة ألمانية تكلمت على الجمال وبروفوكات هذا الجمال. وفي الأخير نقولها بكل يعني فخر واعتزاز أنه شمال إفريقيا معروفة بأجمل فتيات العالم، وهذا شيء موافقين عليه متفقين عليه. وحتى الأوروبيين يجوا شمال إفريقيا سواء كان جزائر، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، يعني يتزوجوا هنا يعني حتى اعتنقوا الإسلام بسبب يعني هذا شمال إفريقيا. وكل احترامات دول الشمال الأوسط، وكل احتراماتي لدول آسيا، لأنه هذا يعني مجرد كلام، يعني الكلام هذا يبقى لاستفتاءات، يبقى لإحصائيات، يبقى لتصويتات في لناس في وسائل التواصل الاجتماعي. والحقيقة تبقى أنه في كل بلد وكل إنسان جميل، جمال سواء كان جمال فيزيك أو جمال الروح. خواتي إخواتي ركزوا على جمال الروح وجمال الأخلاق. والله العظيم بتكلم عن تجربة، مهما كان جمال المرأة اللي تدوها يعني لو ما كانش عندها أخلاق والله العظيم ستندمون، لأنه الأخلاق هي أول شيء والتربية أول شيء. وإن كان هناك جمال فهذا بونس وزيادة وإضافة من عند الله عز وجل، فأحمد الله عز وجل ليلا نهار. وماشي محال تدي الجمال والأخلاق، وماشي محال تدي كل شيء، تدي فتاة بيرفكت تشوفها أنت بيرفكت. وهناك العديد من الفتيات اللي ممكن أنت تشوفهم بيرفكت، ولكن مجموعة كثيرة من الرجال ما يشوفهمش بيرفكت. فوالله العلي العظيم أبشركم أنه مكتوبكم راح يجي إن شاء الله، ومهما كتب الله عز وجل لكم يعني سواء خير ولا شر فأحمدوا الله عز وجل على كل محنة، والحمد لله عز وجل. ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم جزيل زين ومرشدي، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. بيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.